الآن في جسر الأحرار، تحت الجسر بدأ الرمي، بدأ الرمي. الله الله، صارت ركضة. صير صفح، لا تركض من النص. الآن قبل قليل 22/11 هذا دم الشهيد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. أي شخص يحب يتصل بنا، أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة، يقدر يتصل على واحد من هذين الأرقام، نسمع رأيه حول ما يحصل في العراق أو موضوع الحلقة. أيضا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب. أعتذر من السادة المشاهدين اللي ما أقدر أستقبل أي اتصال عن طريق برنامج الواتساب لأنه ما مربوط مع السيستم اللي يوصلكم الصوت يعني إله، فأي شخص ما يقدر يتصل يبعث لنا رسالة، أتمنى أن تكون رسالة متبوعة باسمه ومكانه حتى أقدر أوصل للناس الرسالة من منو ومن وين. موضوع الحلقة اليوم مثل ما تعرفون هو ثورة تشرين. الفيديو اللي ظهر بعد شارة البرنامج هو شارع الرشيد أو اللي صار بشارع الرشيد صباح اليوم. مثل ما سمعتوا المتحدث في بداية الفيديو قال اليوم 22/11/2019 اطلاق نار بشارع الرشيد، اطلاق نار كثيف وقنابل غاز كثيفة، ادى هذا يعني الهجوم العنيف للقوات الأمنية الى استشهاد 5 أشخاص وإصابة اكثر من 70 نتيجة هذا الإطلاق من قبل القوات الحكومية والميليشيات للرصاص الحي وقنابل الغاز على المتظاهرين، ومحاولة يعني القوات الأمنية إرغام المتظاهرين على الانسحاب. لكن الصور اللي ترد على الإنترنت وإلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى قناتنا تظهر أنه المتظاهرين يبدون أو يبينون للناس شيء غريب. هو أعزل شاب تواجه الحكومة بآلة قتل عنيفة وبرشاشات وبقنابل غاز عسكرية، لكن هو صامد، صمود أسطوري لشباب العراق بثورة تشرين، صمود أسطوري بساحة التحرير، المطعم التركي اللي سموه جبل أحد، ساحة الخلاني، جسر السنك، مرقب السنك للسيارات اللي سموه جسر شهداء التحرير، وأيضا في شارع الرشيد أكو صمود للمتظاهرين. قبل أيام كانوا المتظاهرين بشارع الرشيد يصورون فيديو ليلي أن القوات الأمنية شون هجمت عليهم بشراسة، أحرقت فرشهم، أحرقت بطانياتهم، أحرقت الخيم الطبية، أحرقت الأدوية، أحرقت كل شيء. مع ذلك ما زالوا صامدين، وأكو محاولات لإسقاط الكتل الخرسانية اللي خلتها الحكومة من أجل منع المتظاهرين من التقدم وقطع أواصل بغداد. أبو محمد من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شو صحتك؟ هلا بيك أخي حبيت أشارك في البرنامج على مود ساحة التحرير. تفضل على انت على البرنامج. شغلة المرجعية أي على الحكي مالتهم وعلى الحكومة مالتنا. نعم حكومتنا يعني طبقت عليهم أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بينهم من يقول لآية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا ائتمن خان. نعم يعني حكيهم كله هذا كله 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 كذب بكذب على مود يخلون شلون المتظاهرين يخلوهم يسكتون عن الشيء هذا أو يهدئون الانتفاضة مالتهم.
فان شاء الله ما تهدأ هاي الانتفاضه، وان شاء الله ينتصر الشعب عليهم وعلى العماله مالتهم الايران والخيانه مالتهم للشعب. نعم. على حقدهم وعلى ظلمهم للشعب العراقي. وعلى قتل المتظاهرين الاخوان المعتصمين. نعم. ببغداد. وهذول الشيوخ العشائر اكثريتهم اللي واقفين وياهم. يعني من العشائر اللي واقفين وياهم واللي تانديهم. حتى الشيوخ العشائر اللي ما وقفوا وياهم ضدهم ضد الحكومه. نعم. يعني نعم. حكومه لازم ما حد ما يقف وياها، لان هاي حكومه عميله لايران. نعم. من هادي عامري وربعه كلهم. هذا عندك نور المالكي ابو السبح، اللي كان ابو السبح صار هسه ملياردير يملك 120 مليار دولار. منين جاب هنا 120 مليار دولار من اموال الشعب؟ اللي هسه اكثريتهم عايشين تحت خط الفقر، واكثريتهم بالامراض اللي صار بيهم والوضعيه اللي تعبان هسه. نعم. شكرا لك ابو محمد. عندنا اتصال من الكويت، ام حسين حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضلي يمه. امك الجنه. يمه. نعم. انا والله كبدي ملعى على الشباب. نعم. لا تخلونهم بالجسر، تراهم خلصوا، اما معاهم كبار رجال كبار فاهمه، خلونهم معاهم يوقفون. عييد قطعوا كل عييد صغار 15 16 خلصت اليوم 12. لا يمه، خلوا معاهم كبار سن يوقف معاهم هيبه يهديهم. هذول عجم ما يفهمون، هذول يبيهمونهم. الله. يعني ام حسين انت اعتراضك انه هم شباب صغار لازم الكبار هم يكونوا متواجدين بمكانهم؟ يما شباب وكلهم بالجسر وقطعهم اليوم. نعم. اسمع يقول 12 صاروا 12 اليوم انقتلوا شهيد. 12 شهيد. هاي 12 شهيد، 12 شهيد بثلاث مناطق اللي هي جسر الاحرار وشارع الرشيد وجسر السنك خلال يوم واحد حجيه. ما يلوم عن الجسر يا امي. نعم. والله ينتقم من الشيوخ، الله ينتقم من الشيوخ اللي تقبعوا باشياء نساهم وجم شو اسمه الاستاذ هذا العامري ما ادري شو اسمه عادل عبد المهدي رئيس الوزراء. نعم. الله ينتقم منهم، الله يزلزل عليهم، الله ينتقم عساهم مقبعين باشياء نساهم. نعم. الله يقضيهم بالخزي ولعنه الله عليهم ولعنه الله عليهم. نعم. شكرا لك ام حسين. عندنا من بغداد ام مصطفى، حياك الله ام مصطفى. اهلا وسهلا. هلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضلي يمه. هلا بيك. شلون صحتك؟ الحمد لله. والله اني عندي ابني من يوم 25. ايه. من يوم 25 لحد الان طبعا، هو انضرب بعينه، هو 1/10 هو يشيل بالشهداء وبالجرحى، عمره 16 سنه، 13 2002. نعم. وصوب يوم 25 الساعة 7 العصر. اي فالضربة وين جت؟ بعينه. نعم. عينه راسه انطفت، يعني ما يشوف بها نهائيا، الضربة قوية. مدينا لابن النفيس، مرجعينه المستشفى عدنان الحريري، خيطوا البرة ما عرفوا، بالجو شكوا. فطافية عينه في الدورة. فاني مرة ومرتين انا هواي ناشدت، يعني ما بي كفاية. نعم. زين. اي على ذولا الله ينتقم منهم ان شاء الله. او البارحه اللي اول البارحه قدام عيننا 7 شهداء، والله العظيم. نعم. والله العظيم وقعت ابني هذا المريض 7 وجرحى ساعه الخلاني. الله يحميلك ان شاء الله يا رب. نعم. لا اكو مضروب، الله ينتقم منه بجاه الحبيب محمد، ينتقم من عندهم. فانا ارجع ناشد من خلال قناتكم. نعم. من خلال قناتكم اريد اناشد، واريد المناشده مالتي
اريد توصل لان ابني هذا قالوا كل فائده هنا بالعراق ماكو زين؟ نعم. فانا اشد اني من خلال قناتكم سعد البزاز يعني انا ضميره كلي توصلها انا اشد سعد البزاز ما حد يوقف لي غيره لان ابني انتهى. انقطع الاتصال يا ام مصطفى. ام مصطفى يعني انت دا تناجدين سعد عنده قناه اكو كثير ارقام الى قناته تقدرين تتصلين به وان شاء الله توصل مناشدتك وربي يحمي لك ابنك ويرجع لك اياه مثل ما كان اول ويشفي لك عينه ان شاء الله يا ربي. ابن ام مصطفى واحد من كثير حالات يعني اكو هوايه حالات بالعراق هسه من يوم 1/10 الى اليوم بها اصابات كبيره جدا. اكو شباب يعني صارت بهم اعاقه مزمنه نتيجه ضربات مباشره برصاص حي او بقنابل الغاز المسيل للدموع للنخاع الشوكي. يعني شاب صغير بالعمر طلع يدور حقه ويدور وطنه ويحافظ على هذا البلد ويرجع ما سرق السراق يفقد جسده ويصبح ميت سريريا نتيجه طلقه طايشه. أو هي مو طايشة. أبو مها من بغداد حياك الله. الله محييك. السلام عليكم أستاذ. هلا بيك. الله يخليك أستاذ. أسأل اليوم على خطبة المرجعية. نعم. أكو نقطة مهمة هي ذكرها يقول خاف إلى أنه تنتقل إلى طرف آخر بالخطبة. الطرف الآخر هنا قاموا يدقون على وتر حساس وهي ورقة الطائفية يريدون من خلال هذه الخطبة يريدون يعيدوها مرة ثانية. يعني الشعب العراقي شاف ما شاف بالطائفية شنو صار وهاي الحيلة كانت كل فترة انتخابات كل فترة انتخابات تقترب نفس العبارة يعيدوها على يطلعون الانتخابات خاف تتحول السلطة إلى طرف آخر. يعني 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 هو اليوم الخطب المرجعية يقول نخاف أن تنتقل المظاهرات إلى طرف آخر حتى نكون صريحين مع الشعب أنه يقصد أنه تنتقل المظاهرات إلى المحافظات السنية تنتقل. هو قال التظاهرات لو قال اللي يقصد بها الحكومة مو التظاهرات يقصد بها يقصد أنه يعني يقصد إذا تغير النظام يصير النظام بيد الطرف الآخر. نعم بيد الطرف الآخر هي هاي الورقة اللي كانت تنتظرها الحكومة طيل الخطب الفاتت لثلاثة أسابيع. الظاهر هذا الاتفاق اللي هسه صار ما بين الحكومة وما بين القوات العشر آلاف اللي وصلت من إيران وما بين شيوخ العشائر اللي هم ما مثلوا شيوخ العشائر اللي حضروا ويا عادل عبد المهدي. هذا هو هسه الاتفاق وهسه راح شو اسمه يدقون على هذا الوتر بعد ما صارت خطبة الجمعة مع اليوم. نعم. هسه ما بقى انه الثوار يعرفون هسه انه نفسهم بالساحه وحدهم بقوا الله معهم الله فوق كل شيء الله فوق كل شيء معهم. بس نقول لازم هسه هم يتخندقون بخندق واحد مع الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. نعم. دون خطبة المرجعيه ولا شيوخ العشائر زين والسياسيين قبل ايام هذا مؤتمر اللي ولد ميتا قالوا قولتهم احنا بمعناته انه ما نفحص. طيب. نعم شكرا لك ابو مها. يعني بعد يعني الكلام اللي قاله ابو مها نلاحظ انه احزاب السلطه بالعراق وخصوصا عادل عبد المهدي ورؤساء الكتل الكبيره مثل ما هم يسموها اقصد هادي العامري ولا التيار الصدري ولا نور المالكي ولا حيدر العبادي ولا عادل عبد المهدي ولا حلبوسي يعني ما زالوا يحاولون يضحكون على الشعب من جديد ورا ما فشلت
الوثيقة السياسية اللي طلعوا بها واجتمعوا بالجادرية ببيت عمار الحكيم، أكو محاولة جديدة حتى يجهضون ثورة الشعب العراقي، حتى ينهون كل أمل للشعب العراقي. اليوم عاد عبد المهدي طلع ويقول أنه إحنا عندنا يعني محاولات جديدة، وأعلن عن اختيار أسماء وزراء جدد إلى حكومته، وأنه الأسماء هاي راح تقترب أو يعني يقدمون إلى البرلمان يوم أو في الأسبوع المقبل في تعديل مرتقب حسب ما وصفه هو الأكبر من حيث الحجم. زين الشعب هو ما رايدك أصلا، الشعب ما رايد النظام، ما رايد المحاصصة، ما رايد الطائفية، ما رايد الكتل السياسية، ما رايد هذا الحال كله. تجي مرت الأخ تقولهم أني راح أجدد وزراء، وبعدين أبو علي من النجف من بابل. أبو علي من بابل حياك الله. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أخوي؟ شلون صحة؟ بنعمة، أنتو شلونكم؟ والله الحمد لله وشكر. ألف الحمد لله وشكر، تفضل أخوي. بالنسبة لهاي المظاهرات، يعني شباب طالعة وتعبانة وتريد حقوقها طبعاً. أي. فأكو ناس، يعني هسه احنا نعتب على هذا اخوي اللي قبلي اللي كان يحكي وياه. نعم. اول الخطبه مالت الجمعه، الخطبه ما قال هيك يعني يحرض بها او يريدها السلطه، يعني يقصد بها هو تروح للطرف الثاني. نعم. زين، فيا اخويا مو هيك التاويل. الخطبه واضحه جدا، وتحرض الشباب على اسقاط النظام. زين، وهذا هو احنا مرادنا، كل شاب عراقي يتمنى يغير هاي الحكومه. نعم. زين، تبعه طلعته من حقه. ما هي ابو علي سؤال، انت تغير حكومه لو نظام؟ تغير نظام كامل. مو انت اذا تغير نظام هي مو بس الحكومه، كلها حكومه، هي هاي حكومه فاشله، حكومه فاشله. لا مو هي يعني واحد لازم يفهم الموضوع، تغيير الحكومة شيء وتغيير النظام شيء. تغيير الحكومة يعني احنا راضين على الأحزاب وراضين على الكتل السياسية والبرلمان، بس الحكومة ما راضين عليها، نريد حكومة جديدة. أما تغيير النظام احنا يعني شكو موجود من عملية سياسية. احنا نظام وحكومة هن، بس اسمح لي، نظام وحكومة هن اثنيناتهم يعني ما راضين احنا عليها. نعم، وصلت. زين. نعم. فاحنا عتبنا على الاخ اللي قبل اللي وصل عتبك. وصل عتبك يعني هو يعني هو يعني انت مثل ما ابو علي سمعت الخطبه وفهمتها، اكو غيرك فهمها بطرف اخر، هو كان مفهومه الى هذا الشيء رايه طبعا، واطرح رايه للناس وانت رديت عليه. ما تعرف قد يكون اكو واحد عنده راي ثالث. نعم، مشكور حبيبي. مشكور حبيب قلبي، مشكور تدلل ابو علي. حبيبي مشكور. ارجع واحكي على عادل عبد المهدي. عادل عبد المهدي اليوم قدم او طرح انه اكو وزراء جدد راح يقدمون الى البرلمان، واكو تعديل وزاري على بعض الاسماء، يعني هو موجود غيره موجود، يعني الحكومه موجوده، تبقوا يعني يريد هو البقاء بالسلطه، واكو حراك لتحديد او لتشريع قانون انتخابات جديد، لكن الشعب العراقي كله هو رافض هذا الشيء، هو رفض وجودك ورفض وجود غيرك من ما هو موجود في الكابينة الحكومية أو بالبرلمان العراقي أو بالرئاسات الثلاث أو كل شيء. هو رفض كل ما موجود على الساحة العراقية، هو يريد إنسان عراقي عراقي بالدرجة الأساس، ما عنده جنسية أخرى، ما عنده ولاء إلى بلد آخر، ما عنده أي شيء غير العراق، وهم الأول والأخير العراق. أنت إذا همك الأول والأخير العراق تقدر تتنازل يا عادل عبد المهدي عن جنسيتك الفرنسية لو لا؟ جاوبهم. أبو حيدر من الديوانية حياك الله. بعد قلبه الله يخليك. تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل أخوي. يرحم والديك. والديك الرحمة. يعني هالشيء هي غاطبة يعني بالعراق يعني، ها، وهاي المظاهرات، ها، يعني اكو حد إلها؟ هاي الناس راحت، الشباب
يعني هاي نعم. الشباب شباب هاي الحلوه دمرت لي شنو السبب يعني كوجن يدافع يريد حقوقه يعني على متحقه ينكتيل لو على متحقه ينجريح يعني ما يصير يعني هاي الدول المرتاحه واحنا نرجع للاسوأ المفروض هو عادل عبد المهدي يعطي حق الشعب حق المواطن ليش يعني كهرباء خدمات هو مو بس عادل عبد المهدي ابو حيدر هم كل اللي جوي ما نطوا حقوق الشعب خلنا خدمك اول استزحم عليك رجان اترجاك قول لا تقطع الصوت عني في دوره ما قاطع الصوت عني دا اتناقش وياك يا ابو حيدر رحم الله دا اتناقش وياك رحم الله والديك في دوره اروح لك ايه يعني هسه ابسط شيء يعني هو الاحزاب هاي الاحزاب ابسط شيء الاحزاب المفروض ماكو احزاب المفروض ماكو احزاب لان انا اقول لك يعني هو عادل عبد المهدي او الحكومه هي نفسيتها يعني يحير بالاحزاب ما يحير بالشعب يعني هاي الرواتب اللي يعطيها هاي الاموال تطلع من العراق تصير لنا بالاحزاب والمواطن يطلع ماكو يطلع يرجع صفر يرجع صفر يعني كل شيء ما يحصل المواطن العراقي ما يحصل زين هسه ابسط شيء يعني حقوق المواطن انا هسه عندي شغله ولو انا دخلت في هذا الموضوع ما ادري بس انا مقصد كلامي نعم انا عندي بطاقه سكن اراجع عليها يردون من عندي ثلاث اوراق يا اللي يطلعون بطاقه سكن ابسط شيء زين صحيح يعني هذا هسه انا ابسط شيء انا ردت بطاقه سكن يردون من عندي ثلاث اوراق بالديوانيه نعم زين تروح علي تحاكي قلت انا ما عندي اروح اراجع جوا طب جوا حاتيهم يطلع لي استاذ علي يعقل الامور علي في تبي شنو ها عود يقول لك فقط يعطينا شيحه مقابله على مود طالع على بطاقه السكن انا حتى جنسيه ما عندي والله الله وكيلك جنسيه ما عندي بطاقه السكن ما عندي نعم يعني هاي وضعيه هاي يعني الفقير يروح بالرجلين الفقير الا الله الفقير ولهذا يعني الشباب ثار اليوم عليهم رحمة على واديك هاي هسه هاي الوادم هاي المظاهرة وتعبانة وضيم حالة هذا العايف رزقه هذا العايف دوامه يعني الوضعية صارت أسوأ هسه حاليا أسوأ صارت يعني المفروض هسه يسوي لها حل يسوي لها حل ليش يخلي هاي الوادم هيك رايحة حل المنو أبو حيدر بس يعني مرة خصك حل المنو حل خليت تطلع هاي الاحزاب خليت تطلع تمام عمي دمرت الوادم الاحزاب والله دمرت الوادم الاحزاب الله وكيلك يعني كله بوق تمام لك الحظ والبخت كله بوق يعني ماكو فايده تمام الاحزاب ما تفيدنا الاحزاب شلع نعم احنا نريد بس رئيس ومحافظ هاي هي غيره ما نريد تمام شكرا لك ابو حيدر ابو ناصر من الكويت حياك الله السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الشيوخ العشائر خذلوا الشباب مثل ما انخذل الحسين عليه السلام بالضبط أجدادهم هم هذولا هم اللي خذلوا الحسين قبل لما يزيد أرسل جيشه على الحسين وأخذلوه بالضبط ما بقى إلا معه مجموعة من الأبطال قاتلوا معه حتى الشهادة هالحين خذلوا الشباب هذول وبعدين العشائر ذكروني قبل بمعركة ذيقار معركة القادسية أيضا كانت في قبائل عراقية لما أجدادنا الصحابة جو يحررون العراق وينشرون الدين الإسلامي في العراق نفس الشيء يعني صاروا مع الفرس ضد أجدادنا الصحابة ما تغير شيء سود الله وجههم أبو ناصر الشعب العراقي واعي لهذه النقطة لكن همنا نكون صريحين ونكون صادقين أكو شيوخ عشائر راحوا بس مو كلهم أكو ما راحوا ورفضوا وظلوا ويا الناس أنا كلمك أنا هذول اللي راحوا نعم هذول اللي كسرة أنا شفتهم بالتلفزيون هذول كسرة هذول مصيبة نعم أنت الشيء الثاني مقتدى الصدر هو جسر ترى من عام 2006 من إبراهيم الجعفري إلى اسمه المالكي السفاح
الى شو اسمه حيدر العبادي، وكلهم عجم كلهم ايرانيه، الى عادل عبد المهدي، ترى هو اللي وصلهم، هو الجسر لهم، ما لهم شعبيه، لا اتباع قطيع يتبعونه مقتدى الصدر، وهم اللي وصلهم. وطامه العراق الكبرى ترى المرجعيه قاعدين يلعبون عليكم، المرجعيه غير عربيه، المرجعيه عجم. وبعدين السيستاني ما يتكلم، يعني هذا خامنئي يتكلم، هذا خميني قبل كان يتكلم، هذا مفتي السعودية يتكلم، هذا شيوخ الكويت تكلم، هذا ما يطلع لكم ما يتكلم أصلا، ما تسمعونه. هذه المرجعية هي اللي أفتت بعدم قتال الأمريكان، أفتت لكم بقتال إخوانكم السنة بساحات الاعتصام لما جنوا طارت عقولهم من الظلم ومن القتل ومن التعذيب والاغتصاب، سووا ساحات الاعتصام يبون حقهم. أفتى لكم بقتال إخوانكم السنة، ما أفتى لكم بقتال الأمريكان. إلى اليوم الأمريكان موجودين بالسفارة الأمريكية ما يعادل 17,000، يقول لكم قاتلوهم طلعوهم. هذا هو ربع هذولا، هم الإيراني الموجودين بالمنطقة الخضراء عيال عمه. هل تعتقد أن من مصلحته يعني يطلعون ويرجع العراق كما كان مثل الأول؟ مستحيل. طيب. هذا عجمي الحين يبي انتخابات من جديد، الناس تقول يبا فكونا من شاركم، اطلعوا اطلعوا فكوا العراق ارحلوا واطلعوا، هذا يقول انتخابات من جديد. يا ابن الحلال هي المرجعية المفروض تنشلع، المرجعية والمنطقة شو اسمها هذه السوداء ومقتدى الصدر. انت جاء مقتدى الصدر جاي من ايران، انتم يا ذيول ما عرفتوا تكسرونه بسيارته، ما عرفتوا تكسرونه بسيارته. طيب. هذا مو اللي قتل السنة بعام 2006 لما فجرت إيران القبتين في سامراء، حتى الفلسطينيين ما سلموا من شره. هذا مو قتل العرب لما أول احتلال الأمريكان للعراق عام 2003. طيب. كان في شباب من الدول العربية جاءوا يقاتلون مع العراق دفاعا عن العراق، هذا قتلهم شل، حتى بعضهم عذبهم شل أسنانهم مقتدى الصدر. يا جماعة الخير قاعد يصير لكم ملعوب. يعني أمس شيخ من شيوخ البصرة في قناة دجلة يقول أنا مع المرجعية، جدوى المصري المرجعية أنا معه، أنت خروف مقيود يعني؟ يبقى السيستاني إيراني فهمه عجمي، مو من مصلحته يرجع العراق كما كان، مو من مصلحته. هذولا بني عمه، هذولا ربعه، كلهم هذه عصابة سودة المصيبة، مقتدى الصدر والسيستاني فهمه. يبقى هو في منطقة، طيب أنا بالكويت في منطقة، أنت علمني في منطقة بالعراق اسمها سستان، هذه وين سستان؟ علموني وين سستان؟ سستان طيب ليه ما يطلع لكم ويتكلم؟ الحين خامنئي يتكلم، أخرجتوا رجال، أنتم عرب يا إخواني، أنتم ما تنقادون، أنتم عليه الصلاة والسلام يقول عن الحسن يصلح الله على ابني هذا سيد، يصلح الله على يديه أمتين عظيمتين من المسلمين، أمة الشام وأمة العراق. يعني سيدنا محمد يقول أنكم أمة عظيمة، لا إله إلا الله، تنقادون وراء الصنم. واحد يقول من أهل العراق يقول أبو الهول، والله أبو الهول هذا أخرس، يبقى مو من مصلحته يرجع العراق. طيب شكرا، شكرا لك أبو ناصر. عندي من باب الهشام، حياك الله يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك خالي؟ شلون طال؟ ألف الحمد لله، تفضل. الله يعزك خالي. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي الحكومة مالتي شلع قل حرامية. إيش بيها؟ برلمان شلع قل حرامية. نعم. كلهم حرامي، برلمان يعني شلع كلها حرامية من الشالب. نعم. واحد ما عينه عندك فلوس عينه، ما عندك فلوس ما عينه. زين ومجلس البرلمان قصة البرلمان لازم يطلعون شلع قلع، يعني كلهم حرامية ودياح والدياح. اللي تقول اللي تقول أخو شام صحيح، يعني والدليل أنه يعني أحكيها بالنسبة إلى الموجودين، هو طفل يعني يصير رئيس برلمان لأنه اشترى المنصب، ولأنه أكو محاصصة، ولأنه أكو طائفية. أنا مو ضد الطاقات الشبابية، أنا مو ضد أنه الشباب يصعدون، لكن أنا ضد أنه يصعد الرجل الغير المناسب في المكان المناسب.
صحيح يعطي هاي الشباب، الشباب راتب حرام يعطي منه فوت راتب خمو حرام، نقول بويك نعطي راتب في مال، عم راتب حسك منه فوت من الكويت، حسك حرام خمو حرام. ماكو عداله بالعراق ماكو. نعم. ماكو ابد، هاي سجون عندك سجون بغداد الرصاف وملعب الشعب مليانه سجون ابرياء، الله وكيلك ابرياء. وانا كنت من الناس وياهم. انا طلبت دعوات خطر وياهم. وانا بريء بيني ما بين الله، وطلعت الحمد لله والشكر، بس اشوف الحاله مظلومه بالسجون. حتى عفو ماكو. نعم نعم. ليش؟ اكو عفو، اكو عفو 18 سنه ماكو. من زمان وصلت لحد الان عفو ماكو، ليش؟ مو خطيه الشباب هذا السجون. بصير المغرب، بصير العصر، بس يصلون يدعون رب العالمين، بس ماكو رحمه ماكو. صح لو غلط حكاكي؟ نعم. شكرا شكرا لك اخ هشام. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله الدوم يا استاذي يا محترم، طال الله في عمرك دنيا واخره يا استاذي. نعم. ولكن يا استاذي انا عتبي على المرجعيه هاية الله العظمى السستاني، عليه ان يمنع هذا الغاز المسيل للدموع، لانه اقتتلوا ماتوا ناس ابرياء اطفال رجال نساء كبار صغار يا استاذي. نعم. كذلك ايضا النائبات البرلمان يعني النائبات المحترمات يجب عليها ان تنتفض وتتحرك بهذا الخصوص بالنسبه لغاز المسيل للدموع يا استاذي. ايضا تحسين التعامل وعلاجهم اللي هم المعتقلين والمختطفين، المعتقلين والمختطفين، على السستاني ان ينبه هؤلاء الذين يعذبون المختطفين والمعتقلين يا استاذي. واخر الكلام يا استاذي، شافنا من الدنامل وكذلك التقرحات والاكزمه، وحسن اوضاعنا. تحياتي لك للبرنامج الراقي المميز. شكرا شكرا لك اخ سعد. ابو محمد من عاصمه الرشيد بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذنا الفاضل. عليكم السلام والرحمه والاكرام، مشكور اخوي، تفضل. ربي يوفقك ويعزك. احنا تعرف هذا الوضع السياسي المتعذب بالعراق، نعم، هو نتيجة تراكمات أخطاء السياسيين عبر فترة طويلة من الزمن. وهذه هو ما يتحملها عادل عبد المهدي ولا يتحملها، وإنما كل الحقبة السياسية اللي حكمت البلد هي حكومات فاشلة وحكومات ما شافت إلا مصلحتها الشخصية. يعني مصلحة المواطن والوطن مغيبة. نعم. ولكن إحنا أستاذنا الفاضل كعراقيين أصلاء من أبناء من بغداد ابتداء إلى الجنوب والغرب والشمال من نينوى الحدباء. تحية إلى كل أبناء الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو. أحسن. نعم. ربي يوفقك. ولكن احنا عتبنا على اليمن الناس اللي تتدخل وتسيء الى المرجعيه وتسيء الى الزعامات العربيه الاصيله من الشيعه والسنه. احنا البلد اذا نريد نبنيه استاذنا الفاضل نبنيه بقواعد وقوه الشيعه والسنه، احنا شعب واحد، وما نسمح لاي طرف ان يتدخل ويسيء الى سمعه العراق العظيم. نعم. هذا بلد اجدادنا، بلدنا. فسادنا الفاضل، متصل من الكويت يسيء الى سمعه المرجعيه او يسيء الى القاده السياسيين. احنا بالاتفاق احنا شعب منتفض، ونحن واولادنا الان في ساحات التظاهر، ولكن لا نسمح لاي شخص والى اي رمز من الرموز العربيه كانت من السعوديه او ايران او الكويت او مصر او سوريا انه يمس البلد العراقي. ليش هو سؤال هو انا وياك بس هو يعني السستاني مو رمز عربي. لا السيد السستاني مرجع لامه. لا مو انت تقول رمز عربي بس هو مو مرجع مو رمز عربي. لا انا ما اقصد السيد السستاني، مو اقصد هذا. القصد انه الرموز العربيه السياسيين هؤلاء السياسيين اللي يمثلون هاي الحقبه. ايه هاي الحقبة. أي. اللي سلموا بها السياسيين سواء سنة أو شيعة هم أبناء البلد، ولكن ارتموا. إحنا منو اللي احتلنا؟ احتلتنا أمريكا. المن باعتنا لإيران.
هذا التواطؤ الامريكي مع ايران. اسالك سؤال ابو محمد. نعم تفضل. ليش المرجعيه حرمت قتال الامريكان لما احتلتنا امريكا؟ امريكا باوع صارنا الفاضي. جاوبني. بالنسبه الى المرجع للمرجعيه نعم عيتها بعد لشعبها ولمواطنها بعد طويل. يعني ما قبضت 200 مليون دولار مثل ما قال رامزفيلد. المرجعيه تقبض 200 مليون؟ والله روح اقرا اقرا مذكرات دونالد رامزفيلد وزير الدفاع الامريكي في زمن جورج بوش الابن سنه 2003 لما احتلوا العراق، يقول المرجعيه سكتناها ب 200 مليون دولار. والله وداعتك بالله الكريم، اقسم لك بالله المرجعيه وبالذات علي السيستاني بريء من هذه الاتهامات جدا. بريء. احنا انت شايفه؟ نحافظ على بلدنا. انت شايفه؟ انا ملتقي به. نعم نعم ملتقي به. نعم بالله اقسم بالله هذا التسقيط ما يخدمنا كبلد عراقي كشعب عراقي. احنا اللي يخدمنا انه تتغير السلطه هذا وتجي رجالات دوله. اسالك سؤال لخ، اسالك سؤال لخ، لما دخلوا تنظيم الدوله او دخلهم السياسيين والقوات الامنيه، لانهم ادخلوا الى العراق مو دخلوا للعراق، لما دخلوا تنظيم الدوله الى ما يسمى بداعش واحنا ضده تمام، وطلعت فتوى الجهاد الكفائي لمحاربه الارهاب وتنظيم داعش، نعم، ليش المرجعيه ما حمت الاهالي بالمناطق السنيه؟ لا لا هي الفتوى كانت عامة لشيعة وسنة. ليش ما حمت العراقيين والأهالي العراقيين بالمناطق السنية بعد هذه الفتوى، بعد ما طلعت من فيديوهات كثيرة لاغتصاب وقتل وتهجير ورمي من فوق الجسور وحرق وتقطيع إذانات وتقصب بالأجساد ودوس بالدبابات إلى أطفال عمرهم ما يتجاوز 8 سنوات، ليش ما حمتهم؟ زين طيب هي الفتوى وين راحوا قاتلوا؟ اللي هم احنا شعبنا بالرمادي وبالموصل نعم وبدياله وبالبصره وبالعماره وبالناصريه، وين راح قاتلوا هذول الابطال؟ قاتلوا على الموصل وحرروها وعلى الانبار وحرروها وعلى الدياله. صحيح صحيح، بس قتلوا من الاهالي يعني داعش. قالوا بالموصل كل الشعب، قالوا بالموصل 5000 واحد من داعش، انقتلوا 40000 واحد، ال 35000 واحد الزايد ذولا من وين؟ من الهند؟ لا لا مو من الهند، مو احنا انت تسال وتسال على الداعش. الداعش كثير من شعبنا غرر بهم وصاروا بالداعش. كثير من شعبنا واحتموا وصارت الارض المحروقه. هاي السياقات العسكريه جناب تعرفها ان شاء الله. هاي الخطة العسكرية أبو محمد، أبو محمد نعم. بالسياقات العسكرية، وأنا مو عسكري بس راح أجاوبك، الأرض المحروقة لا تستخدم على المدن ولا تستخدم على مدنيين، تستخدم بين جيش محتل مدينة وما بها مدني. بالحرب العراقية الإيرانية، بس جاوب اسمح لي، بالحرب العراقية الإيرانية كثير من الضباط العراقيين إجتهم أوامر بإحراق مدن لما يكتشفون بها مدنيين ما يحرقوها، لانه مو ضد المدني، هاي جريمه حرب. هسه انت راح ترجعني الى المربع الاول. المربع الاول نقول لك الاحزاب زائدا الطغمه اللي حكمتنا فاسده فاستباحت البلد. والمرجعيه سكتت لها. ابو محمد انقطع الاتصال ويا ابو محمد، كنت اتمنى يعني اوصل ويا الى 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 نقطه مهمه وهي انه ذولا شلون جوي. ابو فاطمه من النجف ويانا حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام، تفضل اخوي. اخي نحن من النجف ويعني نرد على الاخ ابو محمد، نقول له هؤلاء ما يسموهم المرجعيه لا. ليس لهم اي وزن عندنا، هؤلاء مجرد مرجعيه وهميه. وشنو مرجعيه؟ مرجعيه شنو؟ اخي انت شايف لك خطبه جمعه، شنو هذا عند حصاد اليوم هذا الكربلائي؟ خي يتكلم قال الله قال رسول الله، كلها كذب وافتراء، نحن لا نعترف بهؤلاء ويجب ان يخرجوا من العراق فورا، كل شخص غير عراقي يخرج من العراق، حتى تقبل ايران بمرجع عربي
في إيران يتدخل في الشؤون السياسية، ذاك الوقت يطلع أبو محمد وأمثال أبو محمد يتكلمون كذب وافتراء. هؤلاء أتوا قنطرة، الأمريكان وضعوهم قنطرة ليحتلوا العراق ويدمروا العراق، وهنالك جرائم يعرفونها جيدا هؤلاء متسترين عليها. نحن لا نعترف بأي مرجع كان، وإن شاء الله في المستقبل نريد أن يعني تحذف هذه قضية المرجعية والسادة والموسوي معروف كذا، هذه كلها دجل، ويريد أن قرب مشروخة يريدون أن ينفخوها ويعطوا لها وزنا. ثم هنالك أنا أنصح شعار شلع قلع، هذا شعار مقتدى الصدر المجرم الذي ما زال دماء الأبرياء من بغداد في السدة وغير السدة في رقبته ورقبة قيس الخزعلي. لابد أن نحذف هذا المصطلح لهذا الرجل الذي تلعب به إيران يعني شمالا وجنوبا يريد أن يركبوا المظاهرات. أخي نحن نشد على أيدي إخواننا، ونحن في بغداد وفي البصرة هنالك تعتيم إعلامي ما يجري من جرائم في البصرة وفي الناصرية وكذلك في كربلاء وفي النجف. نعم أخي أفل. نعم أشكرك أبو فاطمة من النجف. أبو ياسر من واسط حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. منورنا حبيب قلبي. نور نورك، تفضل أخويا. حبيب أنا أخوك خادم في محافظة واسط. أهلا بيك وبأهاليتنا وشعبنا بمحافظة واسط. رحم الله والديك. والديك الرحمة، تفضل. أستاذ عزيز، أنا طبعا دائما أراسلكم وأخابركم على قناتكم الشريفة. نعم. وأحاول أجمع معلومات. نعم. تعرف اللي جاي يصير شنو هسه؟ شنو؟ جاي يصير جرائم. أنا ذيك نوبة كنت بمنطقة الكفاح. نعم. اللي جاي يقتلون بالشعب المتظاهرين، الميليشيات الإيرانية. وأكو بعض الشرطة همين جاي يقتلون بالشعب. أنا شفتهم، كنت عنهم أبعد تقريبا مسافة. أبو ياسر؟ الو استاذ افل. ايه وياك. وهسه مخلي المخبر سري جاي يذب حبوب على جماعه المكافحه، يذب حبوب على جماعه يجون يعتقلونهم لان هم مظاهرين، يسوي لهم ملفات مال الحبوب. نعم. هاي عندنا طبعا منطقه العزيه وشهيد ما ينطونه اذا ما يبطن ما يستلم اي حقوق ولا طالب الدعوه باي تعويض. نعم. شكرا. عندنا شهيد. أي. نعم وياك. عندنا شهيد من يوم واحد لهذا اليوم اللي انا خابرك من يمه، ما حد مستلمه اليوم، يلا استلموه. عمو الجثه مالته. نعم 22 يوم. نعم. شكرا لك ابو ياسر. حتى ما يدركني الوقت احاول اقرا اكبر عدد من الرسائل اللي وصلتني اليوم. يقول تحية حب وإجلال لشرفاء الأحرار بثورة تشرين المباركة، أنتم أملنا في إعادة كرامة للعراق والأمتين العربية والإسلامية، ومن خلال عدوان على العراق بدأ التآمر على الأمة، وباحتلالها تم إسكاس صوت الأمة ومصادرة حريتها وإدلالها. ألف تحية لقناة الرافدين المباركة من أرض اليمن السعيد، نوازركم ونشد على أياديكم ونزف لكم التحية بثورتكم المباركة. سلطان الشرعبي حياك الله أخ سلطان، وحيا الله إخواننا في اليمن. السلام عليكم من عبد الخالق الناصر، القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي بكثافة والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، تغلق مداخل ساحة التحرير على القوات الأمنية أن تتحلى بضبط النفس وأن لا تقمع أبناء جلدتها بهاي الطرق من الضرب والمطاردة. والرجال الأخوة المتظاهرين التزموا بسلمية التظاهر، اللهم احفظ العراق وأهله. رسالة أخرى تقول تحية حب واحترام لقناتي المفضلة، حياك الله أخويا. كشف الصحيفة السويدية نقلة عن شرطة السويد فضيحة مدوية تخص وزير الدفاع الحالي، حيث قام الأخير بالتحرش بمراهق سويدي. مع الأسف هكذا حثالات تحكم العراق. تحياتي أخوكم حسين فراد شنيار أبو علي من ذيقار قضاء الفهود، حياك الله أخويا من قضاء الفهود وأهلنا بمحافظة ذيقار.
تحية طيبة لقناة الرافدين صوت حق. نورت أستاذ. والشعب العراقي يبالغ الأدب مع ظلامه. لم أقرأ عن ثورة بهذا القدر من السلمية في تواريخ الأمم. مع تحياتي أخوكم الثائر بدر تشيل وهيب من ذي قار منطقة العمايرة. رسالة أخرى تقول أنا أعتب على المرجعية، لماذا لم تضع حد قاطع للحكومة الفاسدة. رسالة أخرى تقول الله أكبر، كافي ذليتونا يا حكام العراق، ارحلوا الشعب ما يريدكم، ليش تقتلونا؟ أنا من أربيل كردستان العراق أبو فهد، حياك الله. رسالة أخرى تقول مساء الخير لجميع ولقناة الرافدين. الوقت يمضي والعراق لا يزال يبكي، كفى يا عادل عبد المهدي، عليك الرحيل فورا، لن تستطيع موجة مواجهة التيار الشعبي المنتفض، ولن تستطع تلبية مطالب الشعب أو التمثيل عليهم، إما أن ترحل وإما أن يقتص منك الشعب مثل ما اقتصص من الكثير من قبلك. تحية لك أخ أفل ولقناتكم المميزة. روح الثورة لن تموت ما دامت قلوب المشاركين فيها راغبة في النصر. اللهم انصرنا على القوم الظالمين. تحياتي أختكم المنتفضة هدية غفلة زويهي من محافظة ذي قار، حياك الله أختي. علاء النشمي من النمسا يقول تحية تقدير واحترام لقناتكم الثائرة. سيواصل إطلاق الرصاص وسيواصلون الثوار صمودهم، إذن هو صراع بين الحق والباطل، والحق يعلو ولا يعلى عليه. بشارة النصر آتية لا محالة يا ثوار العراق الأحرار، والخزي والعار سيلاحق هذه الطغمة الفاسدة. أما إيمان النشمي من النمسا تقول السلام عليكم أحبتي، ألف تحية لقناتكم الشريفة الراقية، أشد على أيدي الأبطال الشباب وفدوة لعيونهم، أشوفهم شلون يطلعون يحرقون دم هذول الغربان، ألف فدوة لشبابنا ما داموا بهاي الشجاعة ينتصرون وهم منتصرين، ألف شكر لكم. عمار العقابي داز رسالة يقول أحيي قناتكم الحبيبة لأنها القناة اللي نقلت الحقيقة. هاي الأرقام اللي تقول أنه سقط 4 شهداء هاي أكذوبة، والرحمة للشهداء. أرجو من قناتكم أن تواصل مسيرتها في نقل الأحداث. شكرا لكم أخ عمار، عهدك ونعهد الشعب العراقي أنه ما نتغير في سياستنا. أخي السلام عليكم، تشهد ميسان تشهد أضراب عام للأسبوع الثاني على التوالي في كل الدوائر المدارس، وللأسف الإعلام يتجاهل ما يجري، لذلك ندعو قناتكم الكريمة نقل ما يجري في ميسان، وإحنا نقلنا هذا الشيء وإن شاء الله مواصلين وياكم. تحية طيبة لك أخ أفل وقناتكم الكريمة. لم تكن ثورة الشعب العراقي ثورة جياع كما توقع الكثير، بل كانت ثورة شعب غاضب لأجل كرامته وكرامة وطنه. مع تحياتي أنا أخوكم المنتفض إجواد كاظم حديد من ذي قار المشلبية. السلام عليكم، الشهداء أكرم منا جميعا، والجود بالنفس أقصى غايات الجود، الحياة كلمة وموقف، الجبناء لا يكتبون التاريخ، التاريخ يكتبه ما عشق الوطن وقاد ثورة الحق. آني نوار من هولندا. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، أنا أبو براء من بغداد منطقة الدورة. أخي أنا أشوف المظاهرات ما شاء الله مرتبة ومنظمة ومنسقة، بس عندي ملاحظة أنه ليش الشباب ما عندهم نقالات ينقلون بها الجرحى. أرجو من الناس الطيبة أنه تتبرع للشباب نقالات حتى يسعفون المصابين. رسالة أخرى تقول السلام عليكم، الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، والله والله كل مشاكل وضيم اللي يمر به العراق من وراء الأحزاب والميليشيات اللي زرعتها إيران بالعراق، ومنظمة بدر هو جيش أسس الخامنئي بالعراق وقائدة هادي العامري. رسالة أخرى، آخر رسالة أقراها تقول مساء النور والسرور، والعراق وشعب الجريح أبكيك من جرح في حشائي، في حشائي لن ينطفي إلا بنجاح ثورة العراق المجيدة، وإن شاء الله نفرح بذلك اليوم. أبو جعفر من السعودية، حياك الله أخوي أبو جعفر وأهاليتنا في السعودية. حيا الله الشباب العراقي اللي دزلنا رسائل وما قدرت أقراها. تحية كبيرة أيضا إلى كافة المتصلين في كافة أقطار الوطن العربي اللي ما قدروا يدخلون بالبرنامج لضيق الوقت. اليوم عادل عبد المهدي همين يريد يضحك على الناس، لكن الناس عندهم كلمتهم نسمعها من عندهم وين؟ بساحة التحرير. نلتقيكم على خير إن شاء الله بموعد جديد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. في أمان الله.